السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم محورنا حول الثروة السمكية اللي تعتبر رافد اقتصادي مهم للعراق، اللي شهدت بالسنوات الأخيرة الماضية نهضة كبيرة جدا، بل وصل الإنتاج العراقي من 900,000 إلى 1,000,000 طن بجهود حقيقة مربي الأسماك اللي منتشرين في أغلب المحافظات العراقية. انه ما اريد اذكر المحافظات يعني خاف انسى محافظه او اخرى، ولكن للاسف تعرضت هذه الثروه الى مصاعب كبيره جدا والى مطبات. اكبر مطب كان هو انتشار الفيروس اللي قضى على الاطنان الكبيره جدا من الاسماك، وللاسف الى الان اكو هناك تاخير بموضوع التعويضات. ايضا في بعض المناطق اصلا ماكو تعويضات، كثير من العالم فقدت رزقها، انهارت مشاريعها، وصلوا الى مرحله حتى انه الناس انصابوا بجلطه وناس ماتوا من مربية الثروة السمكية. أيضا فكروا ببعض الأفكار اللي ممكن اليوم تخدم قطاع الاقتصاد العراقي، ابتعدوا عن الأنهر، قاموا يستخدمون مياه بزل. أيضا هناك كان منع حكومة على هذا الموضوع، استمرار ردم البحيرات. يعني بعض الأرقام تقول إذا فقط البحيرات المجازة تنتج أسماك تقريبا 100,000 190,000 طن، بس انه شلون وصلنا الى المليون او التسعمية اكتفاء ذاتي، وصلنا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الاسماك النهرية، هي بجهود المشاريع اللي انا مو انه اشجع هذا الشيء، ولكن هذا واقع اليوم، لان اكو مشاريع غير مجازة. راح نناقش كل هذه المواضيع مع الاستاذ اياد الطالب، رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الاسماك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك يا مرحبا. ربي يخليك، الله يحفظك. مرحبا، حقيقة نفتخر بوجودك في برنامج أرض السواد، ونشكر لهم أنه تعنيت من محافظة بابل إلى العاصمة بغداد لشرح الكثير من الملفات. هنالك أزمة، هنالك عدم توافق اليوم بين أغلب منتجي الأسماك والجهات المختصة، إذا تقدر تشرح لنا عن أسباب الخلافات اللي قاعدة تصير. أستاذ ظفر، طبعا بالبداية أشكر قناتكم الكريمة في هذه الأيام، أيام يعني العراقيين متوجهين إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وإحنا كنا في خدمة الزوار، لكن معزة في هذه القناة الكريمة الجليلة اللي تقدم، جينا وتركنا واجبنا الأساسي وإن شاء الله راجعين إن شاء الله. قناتكم القيادة الأيام اللي كانت معانا دائما وتوصل مشاكلنا إلى العالم. الموضوع اللي تكلمت فيه حضرتك، أول شيء أتكلم به هو أولاً العراق وخاصة في الثروة السمكية ده يعمل بقوانين سنة 1970، قوانين قبل 53 سنة ولحد الآن. نعم، هذه القوانين مثلاً أنا هسه أنا بسنة 1970 ما نحتني وزارة الزراعة، كانت وزارة واحدة الزراعة والري، صح، ما نحتني إجازة بالسبعين الآن، وبحيرة عندي 70 دونم، الآن وصل التخطيط العمراني جزاه صارت بنص المدينة. شنو الحل اللي تحلي يا أنا كمربي أسماك؟ شنو القانون اللي يقدر يحل هاي المشكلة؟ لازم تحديث قانون جديد، قوانين. احنا سنة 2023 العالم وصل إلى تكنولوجيا حديثة، يجب أن توضع قوانين وتعليمات حديثة تصير تضاربات. مثلا هسه الآن أن وزارة الموارد المائية تجبرني أن المي الأخذ للبحيرة أرجعه لمصدر المي، نعم، واذا ما رجعت تقيم دعوه علي. البيئه تقول لي اذا ترجع المي اقيم دعوه، اذا المواطن ظل المربي ظل بطرقه اختلاف التعليمات والقوانين بين وزارتين وهي دوله واحده. فمواضيع يعني شائكه وعقيمه. نعم، الان يعني هذا الان احنا من دور هذا دائما ننادي به وزاره الموارد المائيه والري تسوي ورشه عمل او تصدر تعليمات وتصدر الى مجلس النواب، تصدرون قانون جديد، قوانين حديثة. نعم نعم سادة ياد، يعني اليوم هي مشكلتكم فقط انه اكو تضارب قوانين وانه معتمدين على قوانين سابقة؟ يعني اليوم لما اكو امور صارت، يعني مثلا السنة اللي صارت بيها انضربت الاسماك يعني والبحيرات اللي حقيقة فقدنا الاف الاطنان بعد ما وصلنا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي. نعم، اكو معلومات انه الى الان ماكو تعويض لكم.
استاذ موضوع التعويض، يعني احنا وصلنا للاكتفاء الذاتي وصدرنا، والان عندنا خزين استراتيجي كل اللي صار بينا، لكن هاي اراده ديمومه، والديمومه على وزاره الزراعه والموارد المائيه والحكومه المركزيه. احنا يصعد الكيلو الا يصعد 15000 دينار، وبالتالي يصبح نتمنى العراق ان ياكل سمك، لكن الان كيلو ب 5000 4000، كل حي وفرع وزقاق العراقيين ياكلون بكل صراحه، واسماك حيه فريش. احنا التعويض، هذا التعويض من سنه 2018 وثلاث وزراء اجوا، ثلاث وزراء الى وزاره الزراعه، والكشوفات موقعه من قبل المحافظين ووزاره الزراعه ومقدمه، ولكن لحد الان ماكو تعويض. المشكله مشكله فنيه، مو المربي يحلها، هي الوزاره تحلها. احنا يعني احنا ما نقدر نصدر قرار كمربي، لكن الوزاره هي تكتب كتاب، وكتابنا وكتابكم، وطمر واتلاف وماليه، وخصت الموازنه مال 2018 وجت الموازنه الثانيه والموازنه الثالثه، واحنا بين هاي الدوامه وماكو اي حل لهذا الموضوع. نعم اكيد راح نرجع على هذا الموضوع، لكن عندنا تقرير يخص اليوم قطاع الثروه السمكيه بالعراق واهم المصاعب اللي يواجهها. خلي نشاهد هذا الفيديو وراجع. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. طبعا أرقام برنامجنا راح تظهر بعد قليل أسفل الشاشة، لأن حقيقة مثل ما وعدت يعني كثير من مجاميع اللي موجودة لمربي الثروة السمكية، وما يتسع المكان كل مربي الثروة السمكية بمختلف المحافظات. فحقيقة أنه فكرة وجود أرقام مباشرة راح تنزل الآن بعد قليل، راح يتصلون مثل ما وعدتكم، وأكيد حتكون كثافة كبيرة بالاتصالات، ومنتظرين انه كل ردود افعالهم وكل مشاركاتهم. ارجع وياك ويا مشكله كلش كبيره حقيقه صارت لي في يعني الثروه السمكيه. قالوا لكم يابا اكو جفاف عندنا، من المياه ما نقدر انه اليوم تكفي لبحيرات وغيرها من هذه الامور. طلعتوا طريقه جديده علميه انا اقدر اسميها، قمتوا تربون بمياه البزل المغلق والبزل. البزل خلينا نتكلم على مياه البزل، ومياه البزل انه يروح ما حد من النهر الثالث وما حد ما محتاجه ولا عليه مشاريع زراعيه، ولكن ايضا هناك رفض، هناك ردم لبحيرات صار. شنو تفسير هالموضوع؟ هل اريد تفسير الجهات الرقابيه، واريد تفسير ايضا من مربي الثروه السمكيه؟ طبعا استاذ احنا بالنسبه لنا من صارت شحه المياه هذا شيء ما يعني ما عندنا اي نقاش فيها، والغير مجازه القانون يطبق فوق على الكل وعلى الجميع. لكن احنا تدري الناس سوت مشاريع، يعني تدري الايدي العامله كثيره جدا، الناس ما عندها شغل، يعني بطاله كبيره جدا، فالناس لجأت الى كل من يسوي لها مشروع اسماك. نعم. فالموضوع ايضا يرجع يوم الموارد المائيه. دائما كل شيء يصير هذا الطارئ لازم الدوله تلقى له البديل. صحيح. فاحنا كمربين اسماك منعتنا الدوله ردمت مشاريع، طبعا ردم وزاره الماليه العفو الموارد المائيه ردمت ردم عنيف جدا، يعني انا من تطلع وهذا حقها، انا ما اقول لك لا، القانون يطبق فوق على الكل، بس يعني ما تطلع طوارئ ويجون يكسرون الماطوره مثل ما صار في المحاويل قبل يومين، وصارت يعني قضيه اعلاميه وكبيره. نتكلم بصراحه تدري انا ايش قد متعاطف وياكم، ولكن خلينا نحكي واقع. نعم. ايضا مثلا مديرة الموارد المائية بالبصرة تعرضت الى تهديدات. احنا الموضوع استاذي يعني هم اكو رد فعل عنيف من قبل المربين. نعم استاذي، انا كل فعل له رد الفعل، يعني انا كدولة عندي قانون ووزارة، انت ترجع للقانون. يعني احنا سعدنا مزارع غير مجازة، اشتكت الموارد المائية وقدمتهم للمحكمة وغرمت الغرامة الاولى مليون، وبعدين اذا ما غرم يردم
ينحبس، هذا قانون صح. بس انا ما اجيب العنف. احنا الان في بلد دولة ديمقراطية، دولة رئيس الوزراء المحترم ما يقبل على هذا الشيء، ولا مع السيد الوزير ولا وزير الموارد. صارت قبل يومين بالمحاولة، صارت كارثة يعني. جابوا الطوارئ والآليات وشالوا المضخات وكسروها وشالوها وصادروها. مو بهالكاد، اكو قانون، انت عندك اسماء، وهذا انا اقول لك من حق وزارة الموارد المائية، نعم، لكن بطريقة، احنا عراقيين كليتنا واحنا ابناء هذا البلد. الموضوع المبازل يعني انت خلنا ناخذ اتصال. هم نعم لهم نعم حق. نعم عقيل من محافظة بابل، اهلا وسهلا بك عقيل، تسمعني عقيل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، بس نص صوت التلفزيون، اسمعني فقط من الهاتف. السلام عليكم، شلونك اخي العزيز؟ اهلا وسهلا بك، تفضل. شلونكم اخي؟ ربي يخليك، اهلا وسهلا، تفضل. بالنسبة لنا احنا مربي اسماك، نعم، من ناحية المدحتية جنوب بابل، نعم، من جنوب بابل، تفضل. تعرضت مشاريعنا بال 2018 الى كارثة النفوق، صحيح، من هذا الفيروس الكهاربس، نعم، وياك وياك عقيل كمل. انا يعني مو اقول لك يعني مشاريعنا شادة شارف، او ان ما انتهت، او اللي شارفت على الانتهاء نتيجة اول شيء احنا بالنسبة ان هاي الاعباء المالية اللي تحملناها من نتيجة هذه الكارثة. ايش قد كانت خسارتكم المالية تقريبا انت حضرتك؟ وما ما والوزارة نعم. ايش قد خسارك المالية انت اليوم حضرتك كعقيل؟ يعني بالنسبة لي انا والله احنا خسارنا المالية هم بقت تبعتي من الوزارة والتعويض، بس انا عندي خسارة ب 30 طن اسماك انا راحت عندي. نعم. بالنفوق. ان شاء الله صوتك وصل، لان اكو خلل بموضوع الصوت. كل الشكر لك عقيل، يعني اهم شيء اخذنا انه عقيل من المدحتية في جنوب بابل، يعني شخص واحد خسران 30 طن تقريبا. ايش قد يعني؟ لا شخص ولد الطن ايش قد سعره تقريبا؟ يعني وزارة الموارد، وزارة الزراعة بالتقييم ال 50% الطن 2750، يعني بالتخفيض سعرته على اساس تعويض انه الوزارة قالت، لجنة التعويض قالت ب 2750 الكيلو، يعني الطن 1,700,000، لكن الطن هو ب 5 ملايين الطن. احنا حتى لو نحسبه على المليون يعني تقريبا هو هسه خسران بالمية، بس هذا مليار اكو مليار ونص. يعني اقول لك انه هذا ابسط شيء يعني بسيط وخسران هذا. زين هذا الموضوع، المشكلة هو مشكلة. هذا انت ايش قد خسرت؟ انا ما خسرت كل شيء، اهم شيء لا مو خسرت، هو مو خساره يعني. نعم. انسان انا حال حال كل المربين. نعم بس ايضا تعرضت. نعم نعم، انا تقريبا بحدود ال 300 مليون، 300 مشروعين عندي. نعم. مشروعين اقفاص، ومشكلتنا احنا بدنا نحكي وياك 2018، لكن الكارثه ب 19 وال 20 و 21 و 22، لحد الان الكشوفات موجوده بالوزارات يعني بعدها بالمديريات. ليش بعد؟ اكو ناس انه مثلا تريد مثلا يا اخي، هو المشكله حتى تمشيها ما حتى المشكلة, بصراحة. المشكله يعني هاي الاسماك، يعني باعتباره ما اعرف موضوعها، موضوع الاسماك مهتمين مع اجل التقدير لاصحاب الدواجن، مهتمين بالدواجن اكثر من الاسماك، بس من تجي كعنصر شيء اساسي هي ما تفرق عن الدواجن. اثنيناتكم مهمين ان شاء الله. نعم، واحد مكمل الاخر، لكن احنا موضوعنا استاذ. نعم، خلينا نرجع لموضوع حتى اليوم. نعم. المواطن. نعم. يدري. فقلت لك انتم تحولتوا الى المبازل. نعم. صار اكو اعتراض وردم بحيرات، شنو السبب؟ يعني اني ارض مالتي غير صالحه للزراعه، مسجله بالوزاره. نعم. وبزاره الزراعه، وزاره الموارد ما تقول لا توجد حصه مائيه. شنو المانع اذا ما اخذ من النهر الثالث او بزل يمه اخذ من عند ازرع ورجعه؟ شنو المانع؟ الوزاره الموارد تقول لك انا اعمل بقانون، قانون 1970، ما يجوز. الامر بعد يم الموارد. يعني وزاره الزراعه ما عندها مانع. اليوم تحديث القوانين من مسؤوليه لجنه الزراعه والمياه بالبرلمان ولا اللجنه القانونيه؟ هذا الموجود بيم الوزارتين يرفع. نعم. للجنه الوزاريه، مجلس النواب. نعم طبعا، زميل المخرج يقول حقيقه كثافه بالاتصالات. نعم. عندنا ابو سيف من محافظه بابل، اهلا وسهلا بك ابو سيف. ابو سيف تفضل. ابو سيف الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ.
ربي يخليك، اهلا وسهلا، تفضل. استاذ العزيز، انا احد المتضررين من فوق الاستاذ. نعم نعم. الو. نعم وياك، تفضل تكلم، بدنا نسمعك. اللي حصلته معاناة بابي العام 2018. نعم. احنا لحد الان من 2018 ولحد الان ما صرفنا التعويض الخاص. نعم. فينا. ايش قد كانت خسارتك تقريبا ابو سيف؟ احنا خسرنا يعني مئات الاطنان، يعني اكو لحد الان يعطونا وعود على صرف التعويض وما تنفذ. يعني احنا حقيقه حتى مطلوبين الى الدوله قروض، ومطلوبين الى المعامل مال الاعلاف. نعم. اكيد وصلت رسالتك ابو سيف، وراح نناقشها بهذا الموضوع. اليوم استاذ اياد، يعني اليوم مثلا قضيه ابو سيف ماخذ قرض من الدوله، هل الدولة مثلا انه عرفت انه هذا الشخص عنده كارثة، بل نقدر نقول عليها مصيبة كبيرة جدا، قللت موضوع القروض؟ ضمن الدستور العراقي يقول اي مشروع يتعرض الى كارثة طبيعية تلغى منه السلف. هذا دستور هذا، لكن مين ما يعملون به؟ روح للدستور العراقي. اني هسه كوارث طبيعية يصير وسجلت، هاي الفيروس سجلت ضمن الكوارث الطبيعية، لا انطونا تعويض، لا شالوا السلف من عندنا، لا يعني لغوها. نعم. طبعا احبة المشاهدين، عندنا فيديو مثل ما تكلم استاذ اياد، قال انه حقيقه هناك مبالغه بالقوه العسكريه اللي قاعد تردم بالبحيرات الغير مجهزه. طبعا انا اي شيء ضد القانون او ضد انه ما ممنوع حجازه انا ضده، يعني مع حبي واحترامي لكل منتجي الاسماك، ولكن نمشي بصوره قانونيه. ولكن اليوم لما الجهات المختصه ما تلتزم بالقانون، فحقيقة هذه اللي نعتبرها اليوم مأساة كبيرة. خلينا نشاهد أحد الفيديوهات من محافظة البصر لردم بحيرة غير مجازة. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. طبعا أريد أوصل لك رسالة حقيقة من ناس يعني مهتمين بالقطاع السمكي، يقول لك لحضرتك أن أستاذ أياد اتصل وبنى علاقات مع مختصين في إيران والكويت من أجل نقل التجربة السمكية البحرية إلى العراق والبصرة، وبالأخص لوجود بحيرات قريبة من البحر، ولكن ومع يعني كلام كثير، ولكن ومع الاسف الشديد انه صار الى هناك من يحاول ان يعرقل انشاء المشروع فيعمل على اخفاء الكتب والمخاطبات. انت عندك فكره، انتم الجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك عندكم فكره لتربيه الاسماك البحريه، ولكن اكو عراقيل من المستفاد، يعني معقول اكو مسؤول ما يحب الاسماك البحريه يلغي هيك مشاريع؟ لو اكو ناس اتعدت فكره معينه بالموضوع. استاذ ظفر، احنا بالنسبه لنا كقطاع خاص وجمعيه نصل الى مفاوضات مع الدول المجاوره وتوجيه ومباشر ودعم من معالي وزير الزراعه. الرجل قال اشتغلوا انا معاكم، فالرجل لما قالنا اشتغلوا احنا نصل تفاوضنا مع الشركات الكويتية والجمهورية الإسلامية مع مركز شيلات، وصلنا إلى مذكرة تفاهم. لكن من تجي بالمحصلة النهائية بالتوقيع، أنا ما من حق أوقع عن وزارة الزراعة، هي الظروف صح. فوصلنا لوزارة الزراعة، يا احنا وصلنا لهاي المرحلة تكمل وزارة الزراعة. احنا الكويت كتبت كتاب إلى الوزارة وسووا كتاب من شهر الثامن أو التاسع، نعم، ورفعوا لدولة الكويت، والكويت جزت به موافقة أيضا، ما عندنا مانع ليكون تعاون. والآن في جعبة وزارة الزراعة، أنا خلاص أنا عليها كتبت ووجهت، وعال وزير الزراعة جل دعمنا، بس هي يومهم بعد هم أعرف بالموضوع. يعني أنا ما من حقي أروح أمثل وزارة الزراعة لدولة الكويت، هي الوزارة عندها نظر بعيد وعندها فكرة عن الموضوع وعندها كل شيء عندها. يعني أنت بين قوسين مهيئ كل الظروف، هي الظروف نعم، وكتب رسمية وحتى كتب يعني رسميه من دوله الكويت وشخصه ومسؤول الارتباط. الان الرساله وصلت لانه هناك من يحاول اخفاء الكتب، اكو صحيح؟ ما انا هذا الموضوع ما اعرف بي يعني، بس هو الكتاب تدري من التاسع لحد الان، فالناس تصوره مضمون. هذا ما اعرف، بس يعني بين قوسين اذا العراق بدا بانتاج اسماك بحريه هذا يؤثر مباشره على الاستيراد. استاذ العزيز، استاذ العزيز، احنا دوله الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، احنا كمحيط خليج عربي كلهم يربون اسماك بحرية بالأقفاص وبأحواض،
والاف الاقمار. صح صح. يعني احنا البديل لازم نلقى البديل. البديل هاي مشاريع استراتيجية. احنا تدري عندنا اسطول بحري. يا اين الاسطول البحري؟ اين؟ نعم. اسطول البحر العراقي كان من اضخم الاساطيل اللي حقوق الصيد في دول بال 89 تفكك هذا الاسطول. إيه كان قرار من النظام السابق. كان يغذي العراق والى حقوق الى حقوق الصيد بالمياه الدوليه بعالي البحار. نعم كان بالصومال و هسه عوف الاسطول البحري. لكن احنا كدوله على الخليج العربي اسوي اقفاص عامه مثل الجمهوريه الاسلاميه بصفنا، يعني بس تبصنا شط العرب او دوله الكويت. دوله الكويت الان تنتج حتى الصبور قامت تنتجه. يعني وصلوا هيك مرحله بعد مفاصل ان شاء الله. اذا صارت مشاريع اليوم الاسماك البحريه بالعراق داعمين احنا. شنو النوعيات اللي راح نكون ننتجها؟ يعني اسماك كثيره، يعني عندنا وهذه الاسماك عندنا اسماك ممكن تعيش على المياه البحريه والمياه العذبه بثير. وتناقشنا مع الجمهوريه الاسلاميه هذا الموضوع. الان احنا ننتظر وزاره الزراعه بهذا الموضوع، وان شاء الله الوزاره طبعا تدري الوزاره هم ضمن خطه عندها، يعني مو بكيف تجي رسل مثل ما قطاع الخاص، هم عندها خطه وتقدر تشتغل ضمن خطه وموازنه وموافقات حتى تقدر تصل لهذا الرجل. نعم. طبعا الاخوه بالعلاقات قناه الايام الفضائيه اذا امكن انه تدخلونا مباشره باتصال هاتفي مع الاستاذ عباس سالم دكتور. مدير الثروه الدكتور عباس سالم مدير الثروه الحيوانيه في وزاره الزراعه، لمود ايضا عندنا بعض الاسئله وايضا هو قلبه يعني وصدر رحب ووسع انه لكل اسئلتنا. يعني نرجع معاك استاذ اياد بموضوع مهم جدا، انه الاتصالين اللي جن من محافظه بابل يتكلمون على التعويض، وانا دائما اشاهدك بمواقع التواصل الاجتماعي بالقنوات الفضائيه عندك زيارات لمسؤولين لنواب لوزراء، يعني حتى يوم من الايام كنتوا في مجلس الوزراء ومجلس النواب ايضا ناقشون كل امور مربين. شنو اليوم رد الحكومه على موضوع التعويضات اللي صارت؟ احنا مشكلتنا تجي الحكومه تروح تجي الحكومه الثانيه يعني تتغير الوضعيه. احنا الموضوع الان موضوع التعويض موضوع مهم وداعم لمشاريع الاسماك. يعني هاي الناس اللي هسه يشغل 50% من يجي التعويض راح يشغل 100% ورجع الامور طبيعيه جدا. مطلوبين لي معامل علف، مطلوبين سلف للدوله، يعني هسه مهجوم بيته ومشروعه منتهي والدوله تركض وراه وتجيب الكفيل والكفلاء هسه مال البصره شوفهم خطيه، نصهم اللي مذبوبين يعني دعاوى عليها وامور قضيه، هو مشروعه منتهي، المد الملحي سوى بالبصره. ومصارهم 15 سنه وكل شيء ماكو. يعني يجب ان ما يعني ما حد يكيل مكيالين. كلها جت التعويضات وصل الرقم. احنا تعويضاتنا يمكن 19 او 18 مليار كل العراق. مليار دينار؟ اي بس يعني ما واصل 20 مليار. واذا 50% ينطونا تقريبا 8 مليارات. حل مشكله ناس. واحنا من هاي قناتكم اناشد دوله رئيس الوزراء المحترم، هذا الرجل رجل مهندس الزراعي، رجل ابونا. أني راعي مربي الأسماك بالتعويض. نعم طبعا الآن على الخط الدكتور عباس الحقيقة عباس سالم اللي مدير عام الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة. أهلا بيك دكتور. دكتور تسمعني؟ تعيوني. السلام عليكم. الصوت مو واضح دكتور. تسمعني دكتور عباس؟ الو دكتور. نعم حاولوا اعادوا الاتصال معه لو عندنا اسئله حقيقه. يعني موضوع التعويضات شيء بسيط جدا، يعني اليوم احنا لما نتكلم على الدوله العراقيه صاحبه الميزانيه الكبيره 19 مليار 18 مليار شيء بسيط. احنا موضوع التعويض حتى اكون صريح معك ويصل كلامي كل، احنا عندنا موضوع التمر والاتلاف. موضوع التمر والأياد اليوم كحكومة كاليوم القوات اللي قاعد تطمر أو الردم البحيرات تقول لك أنا هذه البحيرة غير مجازة. يعني استاذ العزيز أنا هسه غير مجازة. ايه يعني أنا هسه صارت اللي بقضاء المحاويل بقرية أبو مصطفى أكو هورة موجودة، هاي الهورة أرى قاع مالتي والمي اللي زايد فيضها فاضت هورة يعني فيضها. ايه مو أنا فيضتها، المبازي اللي طقت وزادت فيضتها وسويت بها قواطع وقطعتها وذبت بها سمك، مو اني. زين سد المي طبيعيه يعني. لا هي رب العالمين. زياده نسبه المي زين هاي مشكلتي لو مشكله وزاره الموارد المائيه. زين انا اول ناس بسطاء لو يقيم دعوه هسه يابا هذا المي قاع وفيضتها
المبازل، يقيم دعوه على وزاره الموارد المائيه، بس ناس فقره خطيه، شنو ذنبه هذا؟ زين طبق القانون، نعم اكو اسلوب قانوني، اكو لجوء الى المحاكم، وده تصير عندنا من زمان. يعني انا يعني انت غير مجاز، يقيمون دعوه علي يغرم، وبعدين اذا ما شالها يغرم بالسجن. نعم رجع لنا الدكتور عباس سالم مدير عام الثروه الحيوانيه، اهلا وسهلا بك دكتور. حياكم الله، السلام عليكم. ربي يخليك دكتور، وطبعا نشكرك ان انطيتنا من وقتك على مود بعض الاسئله. احنا نشكركم، تحيه لكم، تحيه لقناتكم. ربي يخليك. عندي بعض الاسئله اليوم تخص الثروه السمكيه دكتور. اول سؤال اليوم، نعم، اين طبعا وصلت مشاريع الاسماك البحريه بالبصره؟ سمعنا دائما عن هيك مشاريع. نعم، موضوع الاسماك البحريه اللي هي تربيه الاسبيط، نعم، شكلت لجان وانطناهم موافقه، واخر اتصال كان بيني وبينهم يريدون تسهيل مهمه للدخول. نعم. حتى يدخلون اصبعيات من الدول المجاوره لغرض تربيتها، على اعتبار الاصبعي هو بكفاءه اقتصاديه وجدوى اقتصاديه للتربيه. صحيح صحيح. ان شاء الله اللمسات الاخيره بالموضوع، وان شاء الله يعودون. نعم. يعودون نشاط. دكتور سؤال اخر يعني وايضا مهم. نعم. جدا، يقول لك اليوم مثلا معايا الاستاذ اياد الطالب رئيس الجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك. تحيه ربي يخليك، وايضا انقل تحيات استاذ اياد لحضرتك. يقول انه اليوم الله. اليوم مربي الثروه السمكيه لما يربي بالبحيره، اذا وزاره الموارد المائيه انه لازم يرجع المياه الى المصدر، اما وزاره نعم. البيئه ترفض هذا الشيء، فاذا يكون هناك تضارب بالقوانين شنو الحل؟ نعم طبعا هذا لازم تعقد ورشه عمل تكون بين وزاره البيئه ووزاره الموارد المائيه. نعم. هذا يتم بتقديم الجمعيه طلب الى مجلس الوزراء لعقد ورشه عمل لحل هذا الموضوع بشكل فني وقانوني. اها يعني اليوم لازم انه هناك اجتماع بين من الوزارات المختصه، ورشه بين الوزارتين اللي هي تحدد النقاط السلبيه والايجابيه بهذا الموضوع، قد تكون والنقاط المشتركه اللي تقوم منها قد تكون هناك اختلاف بالاراء حتى تتقارب وجهات النظر، وبالنتيجه يخرجون التوصيات نصادق نعم. عليها من الامانه العامه، وبالنتيجه يعني تسري هاي التوصيات على الوزارتين. نعم دكتور، ايضا عندي يعني انا عندي معلومه اريد اتاكد منها، انه صحيح ان لحد الان نعمل على قوانين عام 1970 بقطاع الثروه السمكيه؟ نعم، قطاع الثروه السمكيه تعرف انه هو قطاع يعني احنا نشاطنا قليل به بسبب ما نعاني من الشحه المائيه. نعم. لذلك احنا رفعنا التوصيات والتعديل، بس تعرف هذه التوصيات والتعديل تاخذ سنه او سنتين بمجلس شورى الدوله. وهاي التوصيات والتعديل اجى بناء على اراء ومقترحات مديريات الزراعه بالمحافظات، بالاضافه الى مقترحات، لان يعني تعرف انه المديريات هي الجهه القطاعيه اللي بتماس مباشر مع قطاع الثروه السمكيه. نعم. فكل المشاكل المحصيه عندهم موجوده عندها، فطرحونا او رفعوا لنا عده مشاكل. هاي المشاكل وحدناها ورفعنا بها راي. نعم. الى الوزاره. دكتور عباس، مع حضرتك الاستاذ اياد الطالب عنده ايضا بعض التساؤلات يعني. استاذ عباس، صدر امر ديواني رقم 10، وكنت بحضرتك قبل ما حضرتك تجي، رقم ديوان رقم 10 عن تحديث قوانين الثروه السمكيه، وصدرت تعليمات، لكن لحد الان ما اعرف وين صار هذا التعليمات. 9 وزارات او 8 وزارات من البيئه والصحه والثروه والري، وحال ما اعرف وين صار هذا الامر الديواني رقم 10. اي استاذ اياد، تعرف انت هاي المسائل هي تتعلق بمجلس شورى الدوله. نعم. لذلك هاي التعديلات تصعد مجلس شورى الدوله، اكو مخاطبات بيناتنا، يعدهم بعض الاستفسارات عن بعض النقاط، يخاطبونا ونجاوب. تعويض. نعم دكتور. نعم. طبعا وايضا موضوع التعويض، ايضا اجتنا اتصالات مهمه على موضوع التعويض. موضوع التعويض اندرج ضمن موازنه 2023. يا الله يا الله، يعني مبشر مربي الثروه السمكيه. كان اكو مشكلة فنية بالموضوع، تم حل المشكلة الفنية واندرج ضمن الموازنة. نعم، طبعا دكتور يعني احنا محبتنا لك كبيرة جدا، ولكن ايضا اريد اعطيك معلومة للمزاح، ان استاذ اياد الطالبي يقول اليوم الثروة الحيوانية والجهات المختصة تهتم بالدواجن اكثر من الاسماك، هاي صحيح المعلومة؟ لا طبعا القطاع، كل القطاعات هي مهمة بالنسبة للبلد، لكن مشاكل الاسماك. نعم. هي اقل من مشاكل الدواجن. اها فهمتك. مشاكل الاسماك باستثناء موضوع التربية على البزول. فهمتك. التربية على البزول طبعا احنا هم طلبنا من مجلس الوزراء هم في الوقت انه نعقد ورشه بحضور الوزارات المعنيه، الصحه والبيئه والري ووزارتنا،
حتى نصل الى حل بهذا الموضوع، لان هذا الموضوع شائك، واغلبيه البحيرات هي تشتغل على او تتزود بالمي من البزول، وهي البزول ايضا تحتوي على اسماك، بالتالي ماكو غير من استخدام مياه البزول، هي راح تروح في البحر، فالنتيجه احنا ما نستفاد منها. هور الدملج شنو مشكلته؟ هور الدلمج ما في مشكله، مستقر وموضوع منتهي، كل مشكله ما في. مو يعني مو يعني تصير بعض المشاكل عليه انه شنو السالفه؟ هو مو مؤجر، الدوله مؤجر يعني طبيعي استثمار النهر الثالث. هو ليش الموارد المويه ما تنطينا دكتور عباس؟ تقول استاذ دكتور عباس مصدر المياه الهور الدملج مو من النهر الثالث؟ اي مصدر المياه بهور الدملج. زين ليش ما يصرف لنا احنا نربي لحد على النهر الثالث؟ مو هاي استاذ اياد، هذا الموضوع احنا سوينا في كتاب وانا وصلت حضرتك. الموضوع المفروض تعقد ورشه في مجلس الوزراء تخرج بتوصيات رسميه. اها. حتى هاي التوصيات تكون رسميه ملزمه لجميع الوزارات. فهمتك يوم دكتور، كل التحيه والشكر. وزاره الموارد عندها راي، وزاره البيئه عندها راي، وزاره الصحه عندها راي، فاحنا ليش ما نجمعهم كلهم؟ صح. افضل. وبجلسه رسميه وتوصيات تكون رسميه ويصادق عليها وتكون ملزمه. شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات اللي حققتها بها البرنامج، وايضا بعض الاخبار الحلوه. كل التحيه لك يعني حقيقه دكتور عباس سالم، مدير عام الثروه الحيوانيه في وزاره الزراعه، شكرا جزيلا. وايضا حصريا عبر قناه الايام الفضائيه، انه هذا خبر حصري اليوم لكل مربيه الثروه السمكيه، انه التعويضات عام 2018 ضمن وزارة الموازنة العامة لسنة 2023 بعد عناء وتعب وأكثر من كم حلقة ميدانية، 4 و3 وحلقات استوديو. الحمد لله والشكر، ونبارك لكل مربي الثروة السمكية. هذا الخبر اللي حقيقي الآن أنه قال لنا يا الدكتور عباس سالم. جيد، هذا موضوع التعويض حاله دكتور صح، كتبت وزارة الزراعة وهيئة الرأي صوت عليه، لكن الان هو بالأمان العامه، الامانه العامه كتبت من الوزارة الماليه، ولحد الان ما صدرت الموافقات. القرار الاول والاخير كتعويض؟ نعم. ماشي التعويض ضمن؟ لا، ما مجرد وزاره الزراعه قالت دخلوه ضمن الموازنه. ضمن، انا معلومه عندي ضمن. اي ضمن، بس لكن ما وقت الموازنه الا صوت عليه مجلس الوزراء. اي بعد هو ويوافق عليه وزاره الماليه. ان شاء الله الموازنه قريبه جدا، إن شاء الله. يعني انا ان شاء الله ايضا انقل، عندنا مؤتمرات صحفيه مع رئيس الوزراء، انقل هذه الطلب. طبعا احبتي المشاهدين، لما نتكلم على القطاع السمكي مو نتكلم انه خلص انه اسماك ومي وعلاف، لا، فاتحه بيوت وعوائل معتاشه عليها وعدد كبير جدا بمختلف المحافظات العراقيه. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. تحس انه عملك مهدد اذا استمرت هاي الظروف، انه اكو منع، اكو ردم بحيرات؟ اكيد، احنا كنا على بزل ثاني قبل ما نجي لهنا، ذاك البزل يعني شح تماما وفقدت يعني مئات العوائل ومئات الاشخاص فقدوا رزقهم. التجأنا لهذا المكان، يعني المي شحيح ومهدد بالانقطاع التام يعني. نعم، يعني لا لا، ذاك البزل اللي تكلمنا عليه انه شح المياه مالته طبيعيه، لو مثلا الجهات المختصه تحجم المي مالها يعني قل اها، فما ما تقدرون تربون، ما نقدر نربي به بعد، وبقت يعني الاراضي بور، كل شيء وكل يعني لا تنزرع، هي ما لها حل يعني غير الربي بها اسماك، والمي يعني همات المي مالح يعني مو عذب حتى لا تأثر بي على الزراعة وعلى غيرها. أنت ما مأثر على أحد. أي ما مأثرين على أي أحد. ويعني وأراضينا ما تصير غير بحيرات. يعني فإحنا وين نلتجي بعد يعني؟ وما عندنا غير هاي الشغلة. نعم. يعني هو هذا رزقكم الوحيد. هذا رزقنا يعني الوحيد اللي. نعم. هسه مثلا المزرعة بسيطة تحتاج عليها 4 عوائل أو 5 عوائل. يعني إذا لا سامح الله إذا صار بها شيء ذولا. يعني وين تروح هاي يعني الناس؟ نعم. يعني احنا تحملنا غلاء اسعار الاعلاف، الوقود، شحة المياه، يعني بكل شيء تحملناه. يعني رجعنا وياكم احبه المشاهدين ومكملين مع الاستاذ اياد الطالبي. استاذ اياد، قمتك الجمعيه العراقيه المنتجي الاسماك بالعراق. نعم. عندكم احصائيات انه ايش قد العاملين بالقطاع السمكي، ايش قد عايشين عوائل، عندكم هيك احصائيات؟ والله احنا بالتربيه عندنا رقم الحقيقي المجازين يعني وزاره دارة الثروه والحيوانيه تقول عندها تقريبا 190 الف طن انتاجنا، منتجي 190 على الايدي العامله، يعني تلقاها
رقم قليل، لكن احنا من نقول 800 ألف طن إلى 900 ألف طن بالنسبة للغير مرخص بها والمرخص بها، يعني أرقام كل مزرعة بها عائلة، يعني إذا كانت صغيرة وإذا كانت كبيرة بها 3 عوائل، وهاي 3 عوائل كل عائلة بها فسد نفرات كلهم يشتغلون. صح. نظام التربية الأسماك خاصة الأحواض عوائل يخلون بها. فشوف هاي كنت تشتغل أيد عاملة. لا السيارة تنقل والشوائل. اثنين أنا أجيبه بالكية من يودي إلى مركز التسويقي، معمل العلف، كل معمل العلف يقل شيء بال 19-20 عامل. صحيح. الشواية، المطعم، يعني كل هاي الأسماك تحرك أزيد من الدواجن، تحرك الأيد العاملة. الموضوع هنا هسه الآن 50% هاي سرحت، صارت عالة إضافية عالة على البطالة. صح. البطالة ويريدون تعيينات وتظاهرات. إحنا الآن كقطاع خاص كجمعية مخلين إيدنا بيد وزارة الزراعة. ممتاز. وخاصة الوكيل الفني الدكتور ميثاق الخفاجي والدكتور مهدي سحر، ناس يعني لهم الله يحفظهم، ناس يعني كلش متعاونين معنا، وخاصة كجمعية. شوف منا سوى كتاب رسل، لكن احنا تدري الموضوع مو يخص وزارة الزراعة، حتى المربي الأسماك يعرف وزارة الزراعة لديها خطة استراتيجية، لديها موازنة، لديها تخصيصات. صح. مالية. صح. المربي يقول لك أنا أريد من الوزارة، لكن الوزارة مو بكيف المربي، إلها ضمن سياقات. نعم. والسياقات كبيرة أكيد. جدا. طبعا أحبت المشاهدين، اليوم إحنا هو انتقدنا الجهات المختصة، ولكن أيضا أكو بعض الإيجابيات، إنه مشروع مفاقس الصويرة الحكومي عندهم تجربة علمية إنه لإنتاج أسماك بدون علف أو أي شيء، نفهم من الفيديو أكثر وأكثر. وأيضا كان أحد المتحدثين هو الدكتور عباس سالم، خلينا نشاهد هذا الفيديو راجع. طبعا تحية للمتحدثين الدكتور عباس سالم مدير عام الثروة الحيوانية، وايضا الدكتور صادق مدير مفقس الصوير الحكومي التابع الى وزارة الزراعة. طبعا وصلنا الى نهاية الحلقة وختامها، طبعا كل التحية والشكر لك انه تتعنق وتتعب من اجل اخوتك مربية الثروة. استاذ ظفر، انا بنهاية اللقاء اشكرك انت واشكر ربي يخليك خدمتكم، وان طلب من قناتكم فضل الكريمة فضل ومن يرأسها. نعم. والعاملين يوصلون. نعم. صوتنا إلى دولة رئيس الوزراء المحترم. أي. أبناء التعويض اللي ناس يعني بانية أمل كبير جدا حتى نعيد البنية التحتية للأسماك. التعويض واللقاح الفيروسي خلصنا من هذا، إن شاء الله يوصل صوتنا إلى دولة رئيس الوزراء المحترم والأستاذ وزير الزراعة رضي الله عنه، وإن شاء الله تكون فاتحة خير من قناتكم الكريمة بخدمتكم، وإن شاء الله نحتفل باليوم تعويضاتكم كلها بوجودكم إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظك. سمك هاي شوية إن شاء الله. إن شاء الله. كل الكادر. والله العراق السمك العراقي بكل العالم محبوب. مثل العراقيين. الله يحفظك. الله يحفظك. كل التحية لك الأستاذ أياد الطالب رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك. شكرا جزيلا. الله يحفظك. طبعا حبيت المشاهدين الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، البرنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى، الى اللقاء.